حصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة على العديد من الجوائز والشهادات والاوسمة والميداليات تقديرا لجهوده واسهاماته في تدعيم العلاقات الاخوية التي تجمع دولة الامارات مع الدول الشقيقة والصديقة، بجانب تعزيز سبل التعاون مع مختلف المنظمات العالمية لما فيه الخير والصلاح لشعوب العالم.